احتضنت قاعة العروض بالمعهد العالي للتكنولوجيا والتسيير ببرشيد يوم الأربعاء 17 أبريل 2019 لقاء موسعا بين أعضاء الخلية القانونية للخزينة الجهوية بالبيضاء وقباد الخزينة الإقليمية لستات وممثلي الإدارة الجبائية ببرشيد ومديري المصالح بالجامعات الترابية بإقليم برشيد من أجل التنسيق والتواصل في ميدان المنازعات القضائية وتحصيل الديون العمومية. يدخل هذا اللقاء في إطار الحرص المتزايد ديال الخزينة العامة للمملكة والأهمية التي يعطيها السيد الخزينة العامة للمملكة للتكوين وتنمية القدرات يعني ديال موظفي الخزينة العامة وبإشراف فعلي وبتوجيه من السيد الخزين الجهوي لمدينة الدار البيضاء. يعني قامت اليوم فرقة من أو مجموعة من أطر نخبة من أطر ديال الخلية القانونية التابعة للخزينة الجهوية بتأطير هذا اليوم الدراسي تحت عنوان المنازعات الضريبية لفائدة يعني قباض إقليمي سطات وبرشيد وبعض مدراء الجامعات المحلية وبعض المفوضين القضائيين وبعض موظفي الإدارة الجبائية وبعض المهتمين ومختصين في هذا المجال لما يكتسي هذا الموضوع ونظرا لعدد الدعاوي المسجلة والمتزايد ضد الجامعات ولا الإدارة الجبائية ولا القبضات ولا الخزينة العامة المملكة. وشكل اللقاء فرصة لمناقشة وطرح مجموعة مهمة من الإشكالات الإدارية والقضائية التي تصادف المكلفين بتحصيل الدين العمومي. وبعد مناقشة مستفيدة خرج اللقاء بمجموعة من التوصيات كعقد لقاءات من أجل مناقشة مواضيع كالتنظيم القضائي للمملكة وكذلك موضوع التقادم والتسوية والتصفية القضائية وكذلك التكوين المستمر للمكلفين بالتحصيل بجامعات الإقليم.